يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا علي صيام يوم من رمضان وأريد أن أقضي هذا اليوم، فهل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة مفردا له؟ إذا كان ما تستطيع الصيام إلا يوم الجمعة وأن عندك أعمال وعندك، لا بأس. نعم، يقول فضيلة الشيخ لأنك ما صمتها لأنه يوم الجمعة، صمتها لأنه قضاء. نعم.